I concluded that it's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home. That all U.S. forces would be out of Afghanistan. مع تولي الإدارة الأمريكية الجديدة، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن سحب جنوده من أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة في أفغانستان، مؤكداً أنه لن يضحي بجيل آخر من الأمريكيين في حرب لا يمكن الانتصار فيها. عقب الانسحاب الأمريكي، سيطرت حركة طالبان على مساحات من الأراضي خلال الشهرين الماضيين تتجاوز المساحات التي كانت تسيطر عليها عندما كانت الحركة في أوج قوتها قبل الإطاحة بها عن حكم أفغانستان في عام 2001. مع توسع دائرة السيطرة الخاصة بحركة طالبان في أفغانستان، شهدت تركيا حالة تدفق غير مسبوقة للاجئين الأفغان الفارين جراء الوضع الأمني المتدهور هناك، فيما قدرت تقارير إعلامية عدد اللاجئين الواصلين إلى تركيا ب 600 لاجئ يومياً. أثارت موجات المهاجرين الأفغان المتدفقة إلى تركيا حفيظة المعارضة، خاصة مع تردي الوضع الاقتصادي للدولة، وهو ما أدى إلى وصف الأمر بأنه أكبر تحد يواجه البلاد حالياً. غير أن اللافت كان التعليق الرسمي من جانب الحكومة التركية، فرغم ضق العديد من الجهات التركية ناقوس الخطر بشأن الأوضاع في ظل تزايد عدد اللاجئين الأفغان، دافع وزير داخلية تركيا سليمان صويلو عن سياسة بلاده، مشدداً على أن بلاده لا تدير ظهرها للاجئين. Bu memleket fakr zaruret içerisindeyken bir tek silahı bir tek kurşunu yokken kurtuluş mücadelesi istiklal mücadelesinde Pakistanlı ve Afganistanlı kardeşlerimiz şu kollarındaki bilezikleri attılar ve Türkiye'ye gönderdiler. كانت تصريحات وزير الداخلية بمثابة دعوة للجوء إلى تركيا وبرهاناً على سياسة غض الطرف التي تنتهجها الحكومة تجاه ملف اللاجئين الأفغان، وهو الأمر الذي وصفه البعض بمشروع جديد لتجنيد مسلحين لخدمة سياسات أردوغان، خاصة مع كشف تقارير إعلامية أن معظم الأفغان الذين وصلوا إلى تركيا في الأيام الماضية هم رجال تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاماً، ويهاجرون في مجموعات منتظمة وسط غياب تام للأطفال أو النساء. أعاد دفاع النظام التركي عن تدفق اللاجئين الأفغان إلى الواجهة ملف اللاجئين السوريين مجدداً، ففي بادئ الأمر رحب أردوغان باللاجئين السوريين واعداً بحسن رعايتهم ودعمهم. Aynen yedirmeye, içirmeye, giydirmeye devam etti. لكن سرعان ما تبدلت الاستراتيجية التركية الأردوغانية تجاه اللاجئين السوريين، فصارت تعتبر السوريين ومسألتهم مجرد ملف للمساومات الإقليمية ولإنتاج وتصدير المسلحين وإرسالهم إلى مختلف الجبهات العسكرية والأمنية التي تنخرط فيها. Hey Avrupa Birliği, bizim şu andaki operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız 3,6 milyon mülteciyi sizlere gönderir. دائما ما تاجر أردوغان بمصير الأبرياء الذين جاءوا إلى تركيا ظن منهم بأنها ملاذ آمن، واكتشفوا بأنهم لا يمثلون سوى وقوداً لأحلام أردوغان. ليبقى السؤال حول مصير الأبرياء الجدد ونوايا تركيا تجاههم.